مبادئ التوجيهية دولة إسلامية من المسيحيين الأرثوذكس أغناطيوس لابكنتك هنافها لترجالات أغناطيوس لابكنتك هنافش من مواليد 10 يونيو 1939 واعظ مسيحي الأرثوذكسية ومبشر مع 53 عاما من الخبرة في مجال الرب يسوع سمح لي لنشر 38 كتابا في شكل ورقي. سافرنا إلى البعثة في الشرق إلى ميناء ناخودكا الغربي إلى لشبونة شرط البرتغالي. انتقل تقريبا جميع دول أوروبا والدول الإسكندنافية ودول البطيق وتركيا وجميع الجمهوريات الإسلامية وأعطيت كل مكان في المكتبات الوطنية من كتبهم المملكة المتحدة وإيرلندا واسكتلندا. استغرق الأمر أكثر من 500 مدينة وبلدة من روسيا وهذه الكتب هي في موسكو في المكتبة سميت لينين والبرلمانية التاريخية من أجل كلمة الله اعتقل وأفرج عنه 25 مارس 1987. رد إليه اعتباره لدي خبرة واسعة في السجن شهدت تحول من الشر إلى ضوء تصلب المجرمين. لدي رغبة كبيرة أن تكون مفيدة. إذا كنت تحصل على مساعدة أولئك الذين هم في إقامة دولة إسلامية في سوريا وأنا أعلم أنه يهدد الموت الكتاب المقدس 2 كور 1:9 ولكن نحن أنفسنا كان لعقوبة الإعدام بحيث لا ينبغي لنا أن نثق في أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. 10 الذي خلصنا من ذلك وثيقة الموت ويقوم بتسليم فاصل منقوطة ومنهم نحن على ثقة من أنه سوف بعد إنجنا. 11 بدعم والصلاة بالنسبة لنا أنا لإعطائنا بناء على طلب الكثير والكثير منا كان شاكرنا لام من تحتاج إلى إذن ووثيقة المرفقة للتخليص الجمركي في روسيا وعلاوة على ذلك ما شاء الله الكتاب المقدس بغلط 59/13 أعطينا مساعدة من مشكلة سباطله الإنسان الكتاب المقدس بات 24/11 الانقذر اسمها حتى الموت وتلك التي هي على باستعداد محكوم عليها المقتول 12 اذا قلت هذا لم نعرف هذا يزن قلب لا يعرف مشاهدة أكثر من روحك تعرف ذلك وسوف مكافأة رجل وفقا لأفعاله. المبادئ التوجيهية دولة إسلامية من المسيحيين الأرثوذكس أغناطيوس
بطرسيوس لاب كنتك هنافش الكتاب المقدس كال 11:14 من الساعات الريح لا يزرع والذي ينظر إلى الغيوم يجني. إذا كان الرب الله سوف نكون سعداء لمقابلة والبقاء مع قادة دولة إسلامية في السنة على الأقل. فيليك نرادته المقدسة له لا تبحث الكتاب المقدس رومية 12:2 لا يتفق مع هذا العالم. ولكنكون تحولت من تجديد عقلك لان قد تثبت ما هي إرادة الله وحسن ومقبول والكمال لجميع أفلام 4000 يدل على أن المسلمين في موقفي ليس معيار وليس معاديا وأكثر من ذلك. عندما كنت أسير في زنزانة السجن وأول ما صعد دائما وقال أنه يمكن وحتى هنا في الإعلانات التجارية موقف ليس معاديا لهم وأحصل على الاتهامات عنواني كأن الإسلاميين في النار. في الواقع وأنا أقول أن لديهم جيدة كل الحق وأولى وقبل كل المسيحيين الأرثوذكس لنا في خطبي توجد عبارة الله محمد والقرآن أي شرط المسيحي ويتحدث عن يسوع المسيح والكتاب المقدس. سيقولون عندما كانوا يرغبون في سماع شيء أي المطلوب أن يكون ضمانة لحرية الضمير مثل استر في ليلة ويوم الصلاة. معنى وجودي الشخصي عليهم شرط أن يكون في أخطر المناطق شرط الصلاة المستمرة هي أن كل واحد منا حكمت الروح القدس بحيث لا أحد منا تتكون من كلمة نحن كل ما هناك وفي كل مكان لا ينبغي أن يموت بل تكون له الحياة الأبدية. نحن شرط شقيق آدم ونحن لدينا الكثير من القواسم المشتركة موضوعات المحادثات التي ينتخب أنفسهم بسلوكي والأحاديث تكون تحت السيطرة الكاملة من جانبهم وسوف نصلي من أجل الخلاص الأبدي لجميع من في السماء بعد فيل الدميوي. وأعتقد أن مرشح أكثر ملائمة من الألغام في هذه المهمة فإنه من الصعب العثور عليها لصالح من حقيقة أنهم يعتقدون أنني كنت أحد الذين انتحر على صفة التالية العمر الشرطة 76 عاما قمع من قبل النظام السوفيتي بلدي دائم موقفا جيد تجاه المسلمين. أنا لا كثر أي ما يقرب من قواعدها الصلاة 5 مرات في اليوم الطعام الموقف تجاه الأسرة وأرى أن اسمي واللقب منذ ولادته تحدث عن أهمية مع رائحة الأسرار لقاء مع دولة إسلامية الكتاب المقدس 2:15 لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون 16:1 من رائحة الموت ولكن بالنسبة للآخرين رائحة حياة لحياة ومن هكف لهذه الأمور 17 لأننا لسنا الفاسدين كلمة الله كما كثيرة ولكم أعتبار من أخلاص بل كما من الله أمام الله في المسيح الكتاب المقدس 1:19 لأنها خالية من جميع الرجال وأنا قدمت نفسي خادما للجميع من أجل كسب المزيد 22 للضعفاء أصبحت ضعيفة لكسب الضعيف للجميع أنني أصبحت جميعا لإنقاذ البعض على الأقل وهذا أفعل للإنجيل أن تكون متواطئة في ذلك الكتاب المقدس أعمال الرسل 20:24 لكنني لا تحدق ولا يقدرون حياتهم إلا إذا كان لي أنا الانتهاء من بلدي بالطبع والخدمة التي تلقيتها من الرب يسوع لأشهد ببشرة نعمة الله 2:15